بدعوة كريمة من جامعة محمد الخامس بالرباط للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قصد المشاركة بمداخلة تتعلق بتهيئة السجناء للإدماج، بل أكثر من ذلك أن الجامعة خصصت صبحية هذا اليوم من أجل الحديث عن مجالات تدبير السجناء للإدماج وعن أنشطة البرامج التهيئية للسجناء للإدماج، وذلك يحمل مجموعة من الدلالات يمكن تلخيصها في دلالتين أساسيتين. أولاً للشراكة المتميزة القائمة مع جامعة محمد الخامس بالرباط، ثم أيضا للمدخل البحث العلمي كمدخل أساسي من مداخل تهيئة السجناء للإدماج، والذي يتجلى في هذه الشراكة ويتجلى أيضا في إحداث مركز للبحث العلمي بجامعة محمد الخامس بالرباط. وأيضا ما ميز هذه الشراكة هو إحداث فضاء للتكوين الجامعي بالسجن المحلي بسلا لفائدة الطلبة المسجلين بمختلف الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. مجددا نشكر الجامعة على هذه الدعوة الكريمة، ونتمنى أن يطفر هذا اللقاء صبيحة هذا اليوم بالنقاش والتفاعل مع الطلبة ومع زوار رواق جامعة محمد الخامس بالرباط. اليوم هناك أربع مداخلات تلتقي جميعها فيما يتعلق بتهيئة السجناء للإدماج، تناول مدخل النزلاء الأحداث لإعادة الإدماج، وأيضا البرامج الموجهة لفائدة الطلبة المسجلين بمختلف الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. يعرف رواق جامعة محمد الخامس اليوم استضافة في نسخة ثانية لهذا البرنامج داخل أروقته بالمعرض الدولي للنشر والكتاب. هذا البرنامج في عمومي وبرنامج أنشئ بشراكة ما بين جامعة محمد الخامس والمندوبية العامة لإدارة السجون ومؤسسة محمد السادس لفائدة الطلبة لإعادة إدماج السجناء. في هذا البرنامج هو مكون من باقة متنوعة موزعة ما بين دروس أكاديمية جامعية أكاديمية، محاضرات علمية، أنشطة رياضية، رياضات جماعية، ثم هناك أنشطة موازية ما بين تعلم لغات والمهارات وزيارات لقاءات موائد مستديرة تنظم لفائدة هؤلاء الطلبة السجناء. جزء من هذا البرنامج والمتمثل في معرض السجين، حيث سيلتقي ويسجل الجميع اليوم ثلة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في المجال السجني لتدارس مجموعة من القضايا المتعلقة بالسجين والطالب السجين، ثم سيتخلل هذا اللقاء اليوم عرض مجموعة من الإصدارات لفائدة السجناء وكذا الأساتذة والخبراء المختصين.